بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، وأدبنا بآداب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، واجعلنا من الصادقين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم معنا بتوفيق الله وفضل الله عن بعض آداب الدعاة أو المعلمين الدالين على الله. كل معلم له احترام وتقدير العلم الذي يقوم به، في معلم الجغرافيا، في معلم التاريخ، في معلم الكيمياء، في معلم الفيزياء، في معلم الإيمان. كل معلم له تقديره واحترامه على حسب المادة التي يعلمها، حسب النفع بالمادة التي تتعلمها. يجب أن تقوم للمعلم بواجب احترام وتقدير حتى تنتفع من علومه. لا ينتفع الإنسان من معلمه إلا من طريق التقدير والتبجيل ومعرفة أن المعلم على حق. أما إذا ظن أن المعلم على غير حق، لا يعطيه بالا ولا يلتفت إليه، بل ولا ينتفع منه. وكذلك المعلمين يلي أطلقنا عليهم اسم الشيخ، الشيوخ المعلمون بكتاب الله ودين الله وأدب شرع الله عز وجل، كذلك لهم من واجب الآداب ومن واجب الاحترام ما ينفع المريد بالصحبة وينفع المريد بالمجالسة. في واحد بصاحب الشيخ ممكن يقعد مع الشيخ 20 سنة و30 سنة ولكنه لا ينتفع من الشيخ بشيء. واحد بيقعد مع الشيخ 2 شهر بيسبق له 50 سنة. ما هو السر في ذلك؟ السر هذا جالس بتعظيم وتكريم عملا بقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كان شعائر الله، المسبحة من شعائر الله بتسبح فيها، الكتاب من شعائر الله، قالوا لا يجوز أن تضع عليه شيء. فإذا في كتاب ما بصح تحط عليه المسبحة، ولا تحط عليه القلم، ولا تحط عليه أي كتاب تعظيما لما وجد فيه من آيات الله أو أحاديث رسول الله. فالشيخ المعلم للقرآن، المعلم لشرع الله، إذا لم تعلم أنه من شعائر الله فلا تنتفع منه. أخواننا في إيران عندما يبلغ الشيخ مرتبة التعليم ومرتبة التوجيه إلى الله، بيطلق عليه اسم حجة الله، ثم بعد ذلك بيصير آية الله. أول شيء بيصير حجة الله، ثم يكون آية الله. حجة الله لأنه حفظ الشريعة، وآية الله لأنه صار دليلا على محبة الله بتوجيهه. شيخ حسن قرب لعنا، الله يرضى عليك.
فلما كان الشيخ آية من آيات الله تدل على الله وتعرف بالله، وجب على كل مريد أن يقوم بالتعظيم والتبجيل. وأول شيء الاعتقاد أنه على شريعة، تعتقد أن الشيخ على شريعة من الله، يعني على علم من دين الله. على علم من كتاب الله وسنة رسوله. فلما بتعتقد أن الشيخ على شريعة، صير إذا كلمك الكلام تأخذ الكلام موضع العمل، تنتقل فيه إلى العمل وإلى الاستقامة. أما إذا كان ما عرف أن الشيخ على شرع، صير بده يسأله أن الموضوع الفلاني ترى صحيح ولا ما صحيح، بصح ولا ما بصح. كلام الشيخ مثل ما بيقولوا بمثل عامي كلام طابه، كلام شرع، لا يتكلم بهوى ولا يتكلم بميل ولا يتكلم لدنيا، إنما يتكلم لارتقاء المريد إلى الكمال، من كمال وإلى أكمل، حتى يبلغ المريد مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. هذا عمل الشيخ في الحياة مع الإخوان. فلذلك أقول لك لا تزن الشيخ بميزانك، ميزانك ميزان نقص، ميزانك ميزان فيه هوى فيه ميل فيه نفس، أما ميزان الشيخ فميزان الشريعة. والشريعة صراط مستقيم أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذا شرع الله. فتجده ماشي على شرع الله بالكلمة بالحرف بتطبيق كتاب الله عز وجل. أتى بعض الأخوان سأل سيدنا الشيخ أمين الله يرضى عنه والد شيخنا، قال له يا سيدي كن ماشيين بين البساتين، كان الفلاحين يزرعوا شجر المشمش على طرف البساتين، حاطين الدك فشجرة المشمش تطلع لبرا. لو نكون ماشيين بالطريق ومنلاقي المشمش على الأرض، فبيجوز ناكل منه؟ فهمتوا علي؟ إذا كانت الأرض بهذا الشكل، البستان يحطوا من هون دك من هون دك حيطان يعني، فالبساتين بساتني بيزرعوا شجرة المشمش قدام الدك، عشان لما تطلع الشجرة وين بتميل؟ لبرا، عشان اللي ماشي ياكل منها. فهذا عميل له، أنا ماشي بالطريق عم أشوف بعض السمار بالأرض، بصح أكل منها؟ فالشيخ قال له يا ابني إذا معك ميزان لا تأكل، وإذا ما معك ميزان كل، ما في شيء. واحد بده يمشي بالطريق بده يحمل ميزان، قال له يا ابني إذا معك ميزان الشريعة ما بصح تأكل إلا بإذن صاحبها، أما إذا ما معك ميزان الشريعة عم تأكل حلال وحرام، إذا ما في ميزان شريعة ما في مانع. ميزان شرع، ميزان شرع كمان نذكر قصة عليه مشان نعرف قديش دقيق. ميزان الشرع كان النعمان رضي الله عنه وأرضاه والد أبو حنيفة ماشي على طريق نهر وهو جائع بده يأكل، ما في شيء، هو ماشي على طريق النهر شاف تفاحة بالنهر، تناول التفاحة من النهر وعضها
عض العضة بعد ما عضها هي مو مالي، ما بيجوز اكلها. شلون عضيتها العضة الا شوف صاحبها تم ماشي مع النار، شاف واحد عم يقطف تفاح. شو معناتها هالتفاحة من هالإنسان؟ قال له يا عم دخيلك، أنا جاي لعندك بطلب دخيلك. خير يا ابني شب؟ قال له أنا جوعان، شفت التفاحة بالنهر وأخذت عضيت العضة، فلما عضيت عرفت أنه ما بيحق إلي، هاي التفاحة ملكك فلازم استأذنك، فيا بتسامحني بالتفاح بهالعضة وبرجع لك التفاحة، يا بدفع لك قيمة التفاحة أو بتسامحني بالتفاحة. بستاني شاف ورع من هذا الشاب، ورع استقامة على شرع الله. قال له شوف يا ابني، والله ما بسامحك ولا باخذ حق التفاحة ولا برجع التفاحة إلا بشرط. شو الشرط يا عمو؟ قال الشرط زوجك بنتي، بنتي عمية وطرشة ومشلولة الرجلين كرسحة، إذا ما بتقبل تتزوجها ما بسامحك، وإلي وقفة بيني وبين إيديك وبين إيدين الله. أم تفهموا سليم؟ وين سليمان؟ أم تفهموا إلا محمد تيجي بترجم لهم؟ محمد صباب لا الله يرضى عليك قدام سليم جاي من فرنسا مشان يسمعوا كلمتين. أنت فهم اللي بتجي ما في ماشي. قال له في موقف بيني وبين بينك بين يدي الله. قال يا عمي أنا لسا في أول شبابي، لا تضيع شبابي يعني، ما حرم علي، بعطيك حق تفاحتين. قال له لا باخذ حق التفاحة ولا بسامحك بالعضة ولا برجع التفاحة إلا بيشر، عشان موقف بين إيدين الله صعب وحساب صعب. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له يا عم بقبل بس سامحنا. قال له ليلة الدخلة بسامحك، ما بمجرد العقد ليلة الدخلة سامح. فقبل الشاب، عقد العقد ليلة الدخلة دخله، قال ادخل على زوجتك بارك الله لك فيها. دخل فرأى فتاة كأنها فلقة القمر، جمالها بشكل هاب، غمض عيونه اعوذ بالله استغفر الله دار ظهره. مو هذا الشرط، شرط عمية وخرسة. قالت له يا ابن عم انا زوجته. قال له ابوك مو هذا الشرط اللي شرطه. قالت له ابي ما كذب في حياته ابدا. قال عني عمياء طرشاء؟ قال له نعم. قالت له أما عمياء فوالله من يوم أن بلغت مبلغ النساء ما وقع بصري على رجل غيرك هذه الساعة، ما نظرت إلى رجل من يوم كان عمري 14 سنة إلى هذه الساعة، فأنت أول رجل بنظر إله بعد البلوغ. الله أكبر. قالت له أما صماء طرشاء ما بسمع،
فوالله ما سمعت كلام رجل منذ 10 سنوات إلى الآن. أنت أول رجل بسمع كلامه. وأما مقعدي قال لك أبي إنه مقعدي مكرسحة ما بتمشي، فما خرجت من بيتي منذ أن بلغت وقت بدي كان عمري 14 سنة ما طلعت من الباب. فأنا زوجتك وأبي صادق. يا سبحان الله. فتزوجها فكان الولد الأول أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة هذا ابن الشريعة. قديش دقيق عضة ما سمح لحاله. يا بتاخذ حقها حق التفاحة، يا بترجع التفاحة أو بتسامحني. قال له ولا واحد. فإذا بدك تعتقد إذا أن الشيخ على شرع، وعلى شرع يعني ماشي على طريق مستقيم، لا يميل لنفس ولا يميل لهوى ولا يميل لمصلحة، إنما يريد الله وحده. درس شرع الله وامتثل أمر الله واجتنب نهي الله حتى أصبح وكأنه قرآن يمشي على وجه الأرض. لذلك الاعتقاد بالشيخ أنه على شرع بتريح المريد. بتصير المريد لما بيجي بده يسأل سؤال بيعرف أنه الشيخ لح يعطيه الجواب الديني الكامل. أما إذا الشيخ حكى له قال له بالله عليك شيخي مزبوط هيك، عم يحلف الشيخ انه صحيح إيه؟ هذا مسكين ما عرف الشيخ ولا عرف الادب. فلا بد اذا للمريد حتى يريح ضميره اعتقاده ان الشيخ على شريعه. والشرع يا اخواني عندنا القران وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. هذا الشرع كتاب الله وسنة الرسول الأعظم. فمعناها الشيخ بده يكون قارئ للقرآن، قارئ للسنة، متخلق بأخلاق الله، متخلق بأخلاق رسول الله، حتى يكون على شريعة من الله. أما إذا كان لا يتقن القرآن ولا يتقن الحديث ولا يتقن، هذا ليس على الشريعة، هذا ما عرف الشريعة. قال الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا رأيت الرجل متربعا بالهوى أو يمشي على وجه الماء فلا تصدقه حتى ترى انقياده لشرع الله، فإن كان على شرع فهو من أولياء الله، وإلا فهو على غير دين الله. على شرع عم يمشي على وش المي، شوف اتباعه للشريعة. لذلك لما أتى بعض أولياء الله إلى بلدة سيدنا أبو يزيد بسطامي، طلعت الدعاية بالبلد أنه ولي من أولياء الله. فأجوا عن سيدنا أبو يزيد بسطامي تلاميذ، قالوا لسيدنا أجا الولي من أولياء الله، بتأذن لنا نروح نشوفه؟ قال له لا يا أنا بروح شوفه، إن كان من أولياء الله أذنت لكم، وإذا ما كان ما في خير بالنظر له. ما طلعت عليه دعاية إنه هذا من الأولياء، بدنا نشوفه. راح لعنده سيدنا أبو يزيد البسطامي، شافه عم يتوضأ. انتبهوا إلى دقة الشريعة خاصة المشايخ. عم يتوضا مضمض وبصق على اليمين، واحد ذات مضمض وين بده يبصق؟ على اليسار. لما تبصق على اليمين هذا خلاف الشريعه. فرجع سيدنا ابو يزيد وقالوا له يا سيدي شلون رايته؟ قال يا ولدي لا حاجه لكم في رؤيته ولا نفع لكم في رؤيته. ليش يا سيدي؟
قال يا ولدي ما رأيته مواصلا متأدبا مع آداب الشريعة. وإذا كان عن بآداب الشريعة ما متأدب فهو مع الله ما متأدب، فإذا ما في خير بصحبته ولا بالنظر له. نقطة مي بسطها على اليمين، شرع الله تطبيق الشرع، مضمض بيبصق على اليسار ما بيبصق على اليمين. واحد ثاني من الأولياء رضي الله عنهم، كمان الإخوان تسمح لنا نروح نزور الولي الفلاني، قال لهم يا ولدي بتروحوا على شرط خلوه يتوضأ قدامكم وعطوه خرقة يجفف فيها أعضاءه بعد ما توضأ، أعطيه بشكير ينشف، فانظروا إن جفف وجهه أولا أو يده اليمنى أولا فلا خير فيه، اتركوه ورجعوا. شو يا أستاذ محمد؟ يا سيدنا محمد، الله الله أخي الله. شلون لك كان شو بده ينشف؟ أول كل بده ينشف إيد الشمال، بعدين بينشف إيد اليمين، بعدين بينشف وشو. هذا آداب الشريعة. فإذا نشف إيد اليمين أول معناتها مخالف الشريعة، رجعوا. هذا ما سنة، هذا أدب من الآداب أقل من سنة، لكن الشيء بده يكون دائما متبع بالحروف بالحرف. فراحوا توضأ، أخذ بشكير دغري نشف وشه أول، بعدين نشف إيده اليمين، بعدين إيده الشمال، فتركوا ورجعوا. أهلا وسهلا، وين رايحين؟ عذرا عذرا اعتذروا وتموا ماشيين. شو قال؟ والله شاف أول كنا شافوا شو، قالوا يا ابني هذا ما متأدب بالشريعة. فلما نقول شريعة معناتها ماشي على خط مستقيم، كلام الله وكلام رسول الله، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. فاعتقادك أن الشيخ على شرع الله عز وجل، هذا بيريح ضميرك وبتستسلم أن الشيخ يدعو إلى الله على بصيرة، وأن الشيخ على شرع من شرع الله لا يحيد عنه مشان نفس أو شيء. فمعنى ذلك اختصمت أنت وأخ، صار بيناكم زعل، جينا لعند الشيخ، فالشيخ حكم، تقبل بالحكم ولا لا؟ والله إذا حكم لي بقبل، وإذا ما حكم لي ما بقبل. لا، أنت مالك على إيمان، شو بيحكم تقبل، سواء حكم علي أو حكم لك. وهذا حصل أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عم بجيب لكم الأمثلة حتى تعرفوا شلون دقة الشريعة المطهرة. سيدنا علي رضي الله عنه هو راجع من المعركة، شاف واحد يهودي عم يبيع درع بالسوق، الدرع درعه، نزل سيدنا علي، هذا الدرع درعي، قال له أنا لا بعت ولا وهبت، فقال له هذا درعي، قال له درعي، قال له أنا وياك عند القاضي. سيدنا علي أمير المؤمنين لعند القاضي، قال له لعند القاضي، راحوا لعند القاضي. سيدنا علي قعد، قال له لو ما لولا الخلافة والأمارة
وأنه على غير الإسلام لجلست معه، ولكن ما دام هو يهودي فالمسلم ما بيقعد مع اليهودي، قعد واليهودي قعد. القاضي شريح التفت لليهودي قال له شو دليلك؟ قال له الدرع درعي بإيدي فهو ملكي، هذا ملكي. التفت لسيدنا علي قال له يا أمير المؤمنين البينة، جيب لنا بينة وشهود انه الدرع درعك. قل له اما الشهود فقنبر والحسن، الحسن ابن سيدنا علي وقنبر الخادم تبعه، هذول بيشهدوا. فقال يا امير المؤمنين شهادة الولد لوالده غير صحيحة. ما مقبوله شهادة حسن، ما مقبوله. قال له يا سبحان الله شهادة رجل من أهل الجنة ما مقبوله. سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب. النبي عم يقول من أهل الجنة ما مقبوله. قال له لأنه ولدك، والولد ما مقبوله شهادته لأبوه. فاليهودي قال شو الدين هذا؟ دين بيجعل أمير المؤمنين يتحاكم قدام قاضي والقاضي برد شهادة ابن أمير المؤمنين وبيحكم لليهودي عليه؟ والله إنه لدين حق. فوقف وقال للقاضي قال الدرع درع أمير المؤمنين، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال له أنت رايح على المعركة نمت فسقط منك الدرع فجيت أنا أخذته. هذا يا ابني اتباع الشريعة، أمير مؤمنين وابنه من أهل الجنة لا تقبل شهادة الابن لأبيه، هذا الشريعة. فالشريعة إذن اهدنا الصراط المستقيم أحد من السيف وأرفع من الشعرة، هكذا الشيخ يجب أن يكون متتبع لأحاديث رسول الله والعمل بشرع الله جل وعلا بكلام الله. يقول له يا أميها قال الله تعالى، يقول له أنا ما بوافق لأنه ما حكمت له، بيجي لعند الشيخ مشان تحكم له، أما إذا حكمنا عليه ما بيوافق، وهذا ليس من الإيمان. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أما إذا ما له الحق ما بيقبل، فهذا ما مؤمن. الإيمان إذا حكم عليك أو حكم لك فلا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا المريد يجب أن يعتقد بأن شيخه على شريعة من الله وعلى شرع قائم على كتاب وعلى سنة، يأتي بالحكم الشرعي مستند على آية من القرآن أو حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان على أقل شيء. بعض الأولياء رضوان الله تعالى عليهم هي أمثلة على دقة اتباع الشريعة. يا ابني بعض الأولياء رضوان الله عليه كسر ظفره بعد المغرب، كسر الظفر تبعه. إذا كسر الظفر شو بيعمل الواحد؟ بيقصه، قص الظفر بعد ما صلى العشاء رجع على البيت قص الظفر. فليلتها يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام لكن معرض عنه، رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو معرض عنه. خير يا رسول الله؟
ليش مريض عني شو عامل؟ قال له كيف لا أعرض عنك وأنت تخالف سنتي؟ يا رسول الله ليش خالفت السنة؟ قال له قصصت ظفرك بعد العشاء، ما بلغت حديث عني انه قص الاظافر بالليل مكروه؟ قال له يا رسول الله ما ثبت الحديث لدينا، حديث فيه ضعف ما ثبت صحة الحديث. قال له اولم ينسب الي حديث ما انتسب الي؟ ادبا مع النسبة كان لازم ما تقص ظفرك. هذا شرع يا ابي، هذا شرع أدبا مع نسبة الحديث ما كان لازم تقص ظفرك. ربطه خليل على بكرة، على بكرة يا سبحان الله. ما أدق إذن يا ابني، ما أدق اتباع الشريعة المطهرة في العمل الظاهر أو الباطن، هذا يلاقيه الإنسان صعب كتير. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي الآية القرآنية الله قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وكان بعض العميان فاقد البصر كان يسير في كل يوم من الصباح إلى الظهر حتى يصل إلى مجلس العلم، وكان له بنت، هالبنت عم تمشي أعمى وبنته عم تمشي، وهو اختيار عم يمشي 4-5 ساعات حتى يصل للدرس. بالطريق ذلك الرجل حكى لبنته قال لها يا بنتي متضايق بدي أقضي حاجة، فشوفيني محل. قالت له يطول بالك يا بابا على مهل شوي، لك يا بنتي متضايق شوية رخار شوية رخار حتى وصلت. قالت له يا بابا هون عود أقضي حاجة. فقضى حاجته، بعد ما قضى حاجته قال يا ابنتي ليش أخرتيني كل هذا؟ قالت له يا أبتي سمعت من الشيخ أن البول يجب أن يكون على مكان ترابي، ما يكون في مكان حجر حتى ما يعطي رشاش يلوث الثياب. قال له فكنا ماشيين على أرض آسية، انتظرت لحتى مشينا على أرض ترابية حتى ما تضطرش، فقلت لك هون عود. قال له يا ابنتي أخذت الدرس اليوم، أخذت العلم اليوم، ارجعي بنا ارجعي بنا. كان درسه أخذه من بنته أنه البول لازم يكون في مكان، في مكان ترابي حتى ما تطرش التطريش يرجع على الإنسان. هي آداب، آداب الشريعة المطهرة. فإذا اعتقدت أن الشيخ على شريعة إذا أنت بترتاح وبتسلك طريق الفضيلة والكمال من غير أن تقع في شر. ليش حكى هيك؟ مظبوط يا ترى كلامه؟ مو مظبوط. المصيبة إذا كان سأل أو شاور ولم يعمل بالنصح، أي مصيبة. فإذا الشيخ أشار عليك بإشارة فاعمل بها فالنجاح بها. طيب ما وجدت نجاح، صحح عقيدتك ولا تشك، صحح عقيدتك وإياك والشك، فإن الشك يوقع الإنسان في كثير من الأخطاء. فأول وحدة إذن الاعتقاد أن الشيخ على شريعة، فلا تزن الشيخ بميزانك. لو الشيخ حكى كذا ما كان أحسن، لو الشيخ قالنا كذا ما كان أصلح.
ممكن يكون في كلمتين، كلمة ألطف من كلمة، الشيخ يحكي الكلمة اللي ما هي لطيفة، يحكي الكلمة القاسية. ليش ما الشيخ؟ الشيخ والله بعرفه أنه ألطف من هيك. ليش؟ هسا في من النفوس ما بتقبل اللطف، والشيخ عنده الأحباب، كل واحد له مستوى، كل واحد مستوى. في واحد بيجي بالرحمة، في واحد بيجي باللطف، في واحد بيجي بالقسوة، في واحد بيجي بالضرب. لا تظنوا أنه الكل بيقولوا كل، ما كل الناس تنسى عصاي واحدة، كل واحد له، كل واحد له شيء. لما كانت الغرفة هون، كانت غرفة البلور هون، اجاني اخ قال لي بدي امشي معك، اهلا وسهلا، علمته الذكر، ذكر بعد شهر اظن بيوقف على باب الغرفة، بيطلع فيه بيقول لي انت مالك شيء، هيك مباشرة، انت مالك شيخ. قلت له مين اللي قال لك انا شيخ؟ عرفان حالي مالي شيخ، بس شو عرفك انه انا مالي شيخ؟ قال لي انت رحيم كثير، رحيم كثير. قلت له بدك شيخ قوي شديد؟ قلت له اطلع عند اخي الشيخ رمضان. طلع انا عند اخي، فصدق بعدين يوم من الايام طالع لعند اخي الشيخ رمضان، شفت اخي نازل فيه بهدله وضرب، عم يضربه ومسبات وعم يركض مثل الصيصان اللي راكدين ورا الجازية. اكيد لما شافني قال لي هذا شيخ. قلت له اذا كان جسمك حماري ما بيمشي الا بالعصاية، شو انا ما بمسك عصاية، مكيف بالضرب، مكيف بينفضوا كل كف بيفتلوا فتل، مكيف هذا الشيء. الله يبارك لك، ما كل الاخوان يعني مثل بعضهم البعض. فاذا كان الشيخ مثله مثل الطبيب، الطبيب يعني بعض الاوقات لما بفك القطب للمريض بفكهم من غير بنج، ما ببنجوا، عم يتألم المريض لما عم يسحب الخيط عم يتألم، خليه يتألم، ما بيخدروا عشان نعرف انه انسحب الخيط. اما اذا كان خدروا ما انسحب فكر انه انسحب. في إلها واحد بيضربوا الإبرة بيتم بيحك كله حتى يخدر له الجلدة ويشغل بشكه ما بيحس. واحد بغزل له، كان في بعض المشايخ أصيب هيك بمرض، الدكتور بده يضربه إبرة ما بيكشف عن فقده. شيخنا قال له يا أستاذ طيب هذا طب هذا؟ قال له أبدا ما بيكشف عن فقده. فالشيخ قال له من فوق له وعي، دقوا يا ضربوا الإبرة من فوق له وعي. طيب إذا طلع دم دقوا يا من فوق الأواعي، من فوق الباس شكوا يا طلع الدم لوت الباس، هيك بدك أفضل ولا بيمشي. فكل واحد يا ابني له دواء، كل واحد له معاملة. فالشيخ يا ابني بده يعامل على حسب، على حسب المجموع، ما عنده أنت فقط. فلا تزين الشيخ بميزانك، أي واحد. اثنين، الواجب على المريد تعظيم المعلم، تعظيم المعلم وتعظيم العلم. لما بيكون علمك علم مادي دنيوي تحترم المعلم مقدار العلم. قال شوقي رضي الله عنه قال قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا.
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك اللهم خير معلم أنشأت بالعلم القرون الأولى. حاصل احترام العلم. الأستاذ لما بده يفوت على المدرسة، لما بده يفوت على الصف، المشرف على الصف شو بيقول؟ قيام. كلهم فزوا، دخل المعلم. هذا قيام، إذا ما فزوا المعلم بيتأسف، بيزعل، بيعاقب الطلاب، ليش ما فزوا؟ هذا خطأ. قاموا ما بعاقبهم. بعض المشايخ بياخذ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام له، هذا الحديث نهى عن تقبيل اليد وعن القيام له، هذا الحديث أكثر أهل الحديث ذكروه أنه على غير كمال، حديث ما بلغ درجة الكمال. الحديث الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته قامت الصحابة له حتى يصل إلى المحراب، فإذا أنهى الصلاة وده يرجع للبيت قاموا له حتى يدخل بيته صلى الله عليه وسلم. بيجوا بعض لك ما بصير تقوم. القيام ما للشيخ يا ابني، القيام للمسلم. أي مسلم أتى إليك السنة أن تقوم له. إن من حق المسلم القيام له، حق من حقوق المسلم. والحق يكون واجب في بعض الأحيان، هذا الحق سنة لكن بيصير واجب في بعض الأحيان. إمتى بيصير واجب؟ القيام للوالدين واجب، والقيام للمعلم واجب، والقيام لرجل الدولة واجب أن تقوم له. أما دخلوا أنت قاعد، سيدنا عمر دخل الجامع فز الصحابة له، إلا واحد تم قاعد ما فز. شو الشيخ عمار ما فز؟ شو عملت في سيدنا عمر؟ أخذوا الدرة وضربوا على رأسه، قال له أنت لا تقدر الخلافة والخلافة لا تعرف لك قدرة، ضربوا بالعصايح على رأسه. هذا واجب القيام. الوالدين والمعلم ورجل الدولة بدك تقوم إلهم، وألحقوا بهم الضيف. ومن الواجبات القيام للصهر. صهرك جوز بنتك إذا أتى بدك تفزله احتراما له، لأنه حاوي عرضك لتقوم له تكريما له احترام. لما أنت بتقدره بتحترمه، هو بيحترم بنتك وبيقدرها. هذول أربعة من واجبات القيام لهم. حفظت أولا الوالدين، اثنين المعلم، ثلاثة الصهر، ورجل الدولة. هذول الأربعة لازم الإنسان يقوم إلهم. أما إجا صهره أهلا وسهلا تفضل، ما فزله، ضيع حكم شرعي. دخل وزير ما فزله، دخل قائد الجيش ما فزله، هذا مخالف شرعية، مخالف شرعية. دخل أحد الوالدين ما قام له،
هذا مخالف شرعا. آداب الشريعة لازم المسلم يتأدب بها حيث ما كان وأينما كان. قاعد دخل مسلم من المسلمين في ذله، احترمه، هذا أدب من آداب نبينا عليه الصلاة والسلام. دخل عليه بعض الصحابة فقام له، فالصحابة قال: يا رسول الله، ألي مثلي تقوم؟ مين أنا؟ ألي مثلي تقوم؟ فقال: إن من حق المسلم القيام له، ويضرب اللي ما بيفهم. لازمة ولا ما لازمة؟ يلي ما بيفهم لازم يقعد مع البهائم، ما لازم يقعد مع البشر. احترام المسلم. سألوا بعض العارفين بالله رضي الله عنه، قالوا: يا سيدي، شايفينك أما نحسب عليك كل واحد بيفوت لعندك عمال تفزله. طيب واحد من أقل الناس عمال تفزله؟ قالوا: يا ولدي، أما بسمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي؟ جنازة يهودي ما فزل النبي. نعم، قام النبي لجنازة يهودي. قال: جنازة اليهودي أكرم على الله، أو المسلم الذي يقول لا إله إلا الله مين أكرم على الله؟ قالوا: المسلم. قال: فأنا أقوم كرامة للا إله إلا الله. هذا مسلم قال لا إله إلا الله، يسلم لأهل الفهم ما أحلاه. أهل الفهم شيء، واللي ما بيفهم شيء ثاني. فتعظيم الشيوخ يا ابن، هذا بإيش بدك تعظمه؟ تعظيم الشيخ أولا أن لا تخفي سرك عنه، لا تخفي سرك عن شيخك، خبي سر بقلبك عم تحارب نفسك بهذا السر، احكي للشيخ. اولا لا تخفي سرك عن شيخك. اثنين، لا ميل للغير، لا تميل بقلبك لغير الشيخ. الميل يوقع الانسان بحرج كبير وبآلام وأوجاع. شلون الميل للغير؟ عم بيجي أخ، وكنتوا عم تسمعوا لما نقراها، والله أنا حبيت واحدة ومتعلق فيها وما لي أدران أتركها، ما لي أدران فارقها. بتحب الشيخ؟ إيه. شلون متعلق بيحب الشيخ وحبها؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. متى ما حبيت الشيخ ما عاد في واحد يجي محبته قد ما حبيت الشيخ. ليش؟ حب الشيخ لله ما فيه حظ نفس، حب الفتاة للشهوة، فبتغلب حب الشهوة على حب الله. المؤمن حب الشيخ لله، فلذلك ما في حب بعادل الحب في الله. يا ابن، لو شاف ملء الأرض واحد أعطاه ملء الأرزاب ما ميبيل إله بقلبه، قلبه تعلق بشيخه الذي يدل على الله. هذا النقطة هي نادر من الناس من ينتبه لها، محبة الشيخ. إذن محبة تقرب إلى الله، ما محبة دنيا ولا محبة حياة، محبة قرب إلى الله. فإذا بتعلق قلبه بغير، إذا تعلق قلبك بالغير يا ابني أنت ما أهل أن تسلك مسلك المقربين إلى الله ولا مسلك الذاكرين إلى الله. فلا بد إذن للأخ أن يكون مع شيخه كاملا. نذكر أن أبا حنيفة رضي الله عنه مرة وهو ما دخل على الجامع، كان الإمام زفر عم يتوضأ. إمام زفر كان من مصاحبين أبو حنيفة، من يلي أسسوا معه المذهب، أسسوا المذهب معه ثلاثة: إمام أبو يوسف والإمام محمد والإمام زفر.
هذول الثلاثة اللي أسسوا المذهب مع أبو حنيفة. فزفر أحد عم يتوضى ودخل أبو حنيفة فلم يقم له، مفروض كان ولو عم يتوضى يقوم الشيخ، فما قام له فضعفت روايته، ما عادوا أخذوا بكلامه، كلامه ضعيف لأنه ما احترم الشيخ. ما دام ما احترم الشيخ لا تحترم آراؤه ولا يعمل بآراؤه. فإذا وجد قول قال فيه أبو يوسف وقال فيه زفر نأخذ بقول أبو يوسف، ما نأخذ بقول زفر، مع أن زفر كان أكثر الأحباب ملازمين للشيخ، لكن مسكوا عليه هي أنه مر الشيخ عليه وهو يتوضأ فلم يقم للشيخ، معناته ما عرف الأدب، فمعناه سقطت روايته وضعفت روايته ولا يعمل بقوله وحده. إذا ما كان في قول الإمام لا يعمل بقوله. هذا وضوء عم يتوضى في عبادة. الوضوء لأجل أن تقوم بالطاعة. الشيخ عم يعلمك القرب إلى الله، ما الوقوف بالطاعة، التقرب إلى الله، هذا أشد من الوضوء. تقوم ما قام. هذا اليوم جديد عليكم، ما هي فيه تدقيق عليكم، أنه النايمين كثير اليوم. لا تكونوا يا ابني مثل ما قالوا عند الغنائم، المسلم نايم عند الغنائم، المسلم نايم أنجلي صحون، قوم يا محروم. شايف أكتركم على مذهب يحيى صايص. تعرف مذهب يحيى دكتور محمد؟ مذهب يحيى بتعرفه؟ يحيى جوز، جاء ولد، هالولد صار يبكي كتير ما كان يسكت، أمه حملته مشيت فيه كذا، بعدين اجت قالت له لك هذا ابني بس ولا ابني وابنك؟ قال لا ابني وابنك. قالت له خده بس خليني اسهلي بس ولو خمس دقائق. قال لا ايه هات، اخده وفات على المكتبه، حطه بها الارض وسحب كتاب البخاري وقعد. روى سعيد عن خالد عن عمران عن كذا أن النبي قال كذا، والولد ما في إلا يفرق ويعيط، وأما يعيط وصدق أمه ما كان يجيانه. ليش الولد كل هذا عم يبكي؟ أجيت شافته حاطه بالأرض وعم يقرأ له الحديث. قالت له شو؟ قالت له شو فهم هذا بالحديث؟ قال لا تضربي شو جاهلي ما بتفهمي. قال لي لما بقعد بالدرس كل واحد بتكون دقنه لصدره، لما بقول لهم قال وقال بيناموا، فالكبار ناموا، هالفصحون ما لحقنا. على مذهب يحيى انتوا لا تمشوا. هذا كل ادب يا ابني فيه سعاده او شقاء، ان عمل به المريد سعيد وإن لم يعمل به شقيا، بينقطع بجالس لكن ما بينتفع. فشو الفائدة جالس تروح تعبي المي من البحر، بدك تعبي البرميل لكن حامل بإيدك منخل أو مصفاية، عم يعبي من البحر عم يجي بده كتب البرميل، قد ايه بده البرميل ليتعبى؟ ما بيتعبى ولا بشهر، ما رح يتعبى. فانت قاعد ايه عم تعبي من عند الشيخ وانت معك مصفاي، ما بتعبى فيها شيء. بدكم تكونوا على صحو ان شاء الله ربي بيوفقنا. عدم تعظيم المعلم ينشا عنه سوء الادب،
عدم تعظيم المعلم ينشأ عنه سوء الأدب، وسوء الأدب من ضعف الحب، بسيء الأدب لما بيضعف الحب. سبب ضعف الحب الالتفات للغير، مال لهون ومال لهون، هذا من مشايخ وهذا من مشايخ، مثل يلي بيفوتوا على الأموي، كل ما أجا الشيخ بيحضرهم، حضر مع هذا حضر مع هذا، لأخ نار بيقول لك والله الشيخ الفلاني أحسن من الشيخ الفلاني، وهذا الشيخ الفلاني أفهم من الشيخ الفلاني، ما شاء الله حط ميزان، صار يزين العلماء بميزانه. شو بتعرف أنت من الإسلام؟ ما بيعرف أركان الوضوء ما بيعرفها، عم يزين العلماء يا ابنين. الله عز وجل يثبتنا بالقول الثابت. ضعف الحب، متى ضعف الحب؟ سبب ضعف الحب التفاتك للغير. المحب ما بشوف غير شيخه، ما بدك تنتفع. أنا للحا جيب لكم مثال. أنت في صحراء وعطشت، في عندك 4 بيار أو 5 بيار، أخذت بين مي من هالبير طلعت مرة، أخذت مي من هالبير طلعت مالحة، أخذت مي من هالبير طلعت مجأة، أخذت مي من هالبير طلعت تقيلة، بير طلعت ميته صافية وحلوة، من أنو بير بتاخد؟ بيرجع للبيار الثاني. طيب وإذا تعلق في بير من البيار الثاني نقطع عن البير الحلو، ما عاد يشرب من البير الحلو، فمتى ما شرب بير حلو خلاص تلاقي البيار كلها، أنت عطشان بكفيك كاسة من مية، من مية طيبة، شرب مية طيبة وكفى. هكذا يا ابني من كان مع الشيوخ يقوم فيه. من الأدب لما بصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، من الأدب لما بصلوا، ما عم تطلع من قلبكم شو بكون؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. بالصلاة على النبي بتفيقوا النايمين، صلى الله عليك يا رسول الله. من الأدب يا ابني في مسيرة الأخ، من الأدب أن لا تحتج على شيخك بقول من قال. عادة الناس يلي ما توفقوا بيجي بيسأل الشيخ سؤال، ما رأيك سيدي إنه واحد حلف على زوجته شو حكمه؟ أنا ما بعطي السؤال، أنا ما بجاوب، قل له أنت سألت حدا من المشايخ؟ والله سألنا الشيخ الفلاني قال كذا، سألنا الشيخ الفلاني قال كذا، خلص نخوض بكلام الشيخ والله معك. بيجي بيسأل الشيخ ما قولك؟ أخي يا ابني ما بجوز. وإلا والله رحنا عند الشيخ الفلاني قال بجوز، والشيخ الفلاني قال بجوز، هذا يا ابني قليل أدب. شو معناتها أنه رحنا عند فلان وفلان؟ معناتها يا شيخنا كلامك غير صحيح وانت ما فهمان، الشيخ هذاك فهمان أحسن منك، قال كذا وكذا. هذا يا أخواني مما يقطع صلة المريد مع شيخه، تنقطع صلته أن الشيخ الفلاني قال كذا والشيخ الفلاني قال كذا. يا ابني دائما العامي في الحكم الشرعي، العامي مذهب مفتي، العامي مذهب مفتي، متى أفتاك شيخ خلاص خذ بكلامه، لا بقيت تسأل ثاني وثالث. جاني واحد قال والله يا مشايخ أنتوا ضيعتونا، كل شيخ بيحكي شكل، أنت ضيعت حالك، ما نحن ضيعناك. سأل هذا طلع حنفي، سأل الثاني طلع شافعي، سأل الثالث طلع حنبلي، كل واحد أعطى حكم على حسب مذهبه.
قال ضيعتونا، انت ضيعت حالك، مفروض تسأل شيخ واحد، ما تسأل 20 شيخ. هلا اللي بيجي بده بيسأل، انا ما بحكم بالطلاق، واحد طلع كذا بيروح على الافتاء، دائرة الافتاء في مفتي وفي كاتب فتوى وفي امين فتوى وفي روح عم يقبضوا معاشات وقاعدين، روح بيحكوا لك. اما تيجي تحطها برقبتي، جاني واحد الساعة 12 ونص بالليل، دق يطول بالك، دقة واحدة، نعم دخيلك، حالف على مرته بالطلاق، دخيلك رد لي اياها. شو رد لي اياها؟ طلعت وجاي رد، ما بقيت تحسن تصبر لعلى بكره؟ حامل عدته ما بقى يحسن يصبر لعلى بكره، بده. قلت له انا ما برد طلقات، روح. يا شيخ انا دخيلك ما برد طلقات، روح. على دقة الافتاء بالليل جاي حلف طلاق، طيب اصبر لي على بكره. لازم ننتبه يا ابني، اذا كان الشيخ افتى بفتوى تاخذ الفتوى وتمشي فيها، اما الشيخ الفلاني قال كذا نروح نسال شيخ ثاني. كل شيخ يا ابني بده يعطيك على حسب ما قرا. هلا خلينا نجيب مثال، الخبز باللغة العربية شو اسمه؟ خبز. بالفرنسي شو اسمه؟ لوبان، بان. بالانجليزي بريد. بالتركي اكمك، ما هي؟ بالايراني، ما في حدا منكم بيعرف ايراني؟ فواحد عم يقول لك اخي بدي خبز، هو انجليزي ما بيعرف خبز، بدك تقول له بريد، اذا قلت له اخبز ما بيعرف. الله يرحم جميل مردان بيك، كان رئيس وزارة، كان عم يدرس بفرنسا، عم يدرس بده ياكل، راح لعند السمان قال له اعطينا بيض، قال له كسكر يا بيض، كسكر يا بيض، قال له بيض بيض، جاب له بصل، نو بيض بيض، جاب له بطاطا، نو نو نو، شافه ما عم يفهم، اما عاد قال له كي 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 كي، جاب له بيض. يعني الخبز خبز، لكن كل واحد يا ابني له لغه. فتجي انت على مذهب الكردي، الله عز وجل يغفر لنا ولكم حتى نصحيكم شوي، كردي راكب بالشيختوره، راكبين فيها جماعه ماج البحر وهاج، صارت الشيختوره مثل الريشه قوم تقعد، فز الكردي يا ميون يا خدي، قولوا يا خدي، قولوا يا خدي، يا خدي يعني يا الله بالكردي، يا خدي. الانجليزي عم يقول قاد 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 قاد، الفرنسي شو بيقول؟ مونديو مونديو مونديو، والعربي عم يقول يا الله، لك قولوا يا الله، قولوا يا خدي، ما كان يقول يا خدي، قال يا رب غري غري، ما حدا فهمان عليك، غري كل ما حدا فهمان، كلهم عم يقولوا يا الله، بس كل واحد بلغته يا ابني. فلا تيجي لعند الشيخ انت بلغة بدك، والله الشيخ الفلاني قال كذا والشيخ الفلاني قال كذا، هناك شيخ واحد. المشايخ يا اخواني على ثلاث اشكال، في شيخ طريق ما عنده شريعة، في شيخ شرع ما عنده طريق، في شيخ جمع الشرع والطريق. انت انه لازم تشوف يلي جمع اثنين
بيسموه ذو الجناحين، جناح الشريعة وجناح الحقيقة. سأل دور على شيخ اسأله بجاوبه، أما راح يسأل شيخ الطريقة إذا ما له متعلم يا ابن الشرع ممكن يخطئ في الحكم الشرعي. لذلك يا ابن الطرق لا يجوز أن يستلم الطريق إلا شرعي، كن دار الشريعة. أما ما دار الشريعة لو رخد أن ولو صارت طول نص متر. أنا بالسيارة الله يرضى عليها عرفت حط لي الحضرة، سيارة فيها تلفزيون حضرة، عم ينطوا عم، هذا ما شرع يا ابني، شرع قياما ما نطا، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى. أما نطا ومين اللي عم ينططون؟ الشيخ، شيخ عم يمشي قدامهم يلا 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 عم يهيجون، هذا شيخ من غير علم، علم ذكر الله وعم يذكر لكن ما فيها ابن شرع يتقيد فيه الشرع. والله أنا جاي لبالي نعمل حد، نعمل جلسة ذكر ونصورها ونعرضها، ذكر نقشبندية، نقعد جلسة ذكر خلي الناس يعرفوا هذا الذكر هذا هو ذاك الذكر، توقفوا عليها، نعمل جلسة ذكر وبعد منا ربع ساعة هيك حديث إن شاء الله ربي بيبارك لي فيها وبيعمل نعملها إن شاء الله. فالمراد يا أخواني لا تحتج على شيخك بقول العلماء، كل واحد يعني له طريق. أنا لما الأخ بيسألني بجاوبه بما لو كان المسألة معي أنا شو بحب، هذا اللي بجاوب عليه الأخ، ما ينفع لي بأكيد الأخ. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنا مقدر نفسي أنه أنا واقع بين مشكلة، شو بدي أعمل موضوع الثاني بقول له بتفعل كذا وكذا، الشيخ الثاني قال كذا، روح خذ بكلام لا تسألني. من ناحية ثانية ابني الشيخ يا ابني همته دائما بيحب العزائم، المريد بيحب الرخص، بيحب الرخيصة دائما، رخص له، أنا ما برخص والله شيخي ما عم بصحى الصبح، بدك تعمل جهدك تفز، بدها همة. أما بقول له إمام ما عم تصحى ماشي حال، لا مو ما بتمشي حال، بدك تقوم، بدها همة، بدها عزيمة. فالشيخ من أصحاب العزائم، المريد دائما بحب الرخص. فلذلك يا ابني بدك تسمع بكلام شيخك ما تمشي على مرار، شيخك قال لك يا ابني بدك توقف طول الليل على قدم واحدة، وقف ليش يا سيدنا؟ شو فيها ليش نوقف على قدم واحدة؟ انت نفذ وعلى بكرة بشوف شو معناتها. على بكرة تقول والله الشيخ أراد فيه أنه كون صاحب عزيمة وهمة، ما عن ولا ان، وقف بده يبني فيك الرجولة. دائما مريد مع شيخه لا بيحتج عليه بقول الغير ولا بقول العلماء، لا بيقول له شو الدليل، شو الدليل على كلامك انه حق ولا ما حق، معناته ما لك معتقد بالشيخ انت يا ابني. الله يعيني وعينكم يا ابني يلي بده ينتفع. والله يا ابني صاير الناس قليل انتفاعها، انه هالاداب ما موجوده، ما موجوده مع شيخك، متى ما قال لك الحكم خلاص بجوز ولا ما بجوز. يلي اجى لعن سيدنا الشيخ امين الله يرضى عنه.
هلا قالوا سيدي بجوز حلق الدقن ولا ما بجوز؟ سيدنا الشيخ امين قال له ابني انت شو بتشتغل؟ قال له سيدي حلاق. قال له ابني لا تسأل، خليك بشغلك، روح خليك بشغلك لا تسأل. يا سيدنا انت علم حكم الشريعة. قال له اذا سمعت الحكم تحسين تطبقه، اذا سمعت الحكم صار فرض عليك تطبيقه، اما تسمع الحكم تعمل بخلافه. سيدي قال له يا ابني ما بجوز، ما بجوز تحليل الدم. قال له امام ما بقينا نشتغل يعني مسكن محل. قال له قلت لك لا تسأل، بده عصاي ولا ما بده عصاي؟ لا تسأل روح اشتغل. هلا كثير اخوان بيسألوا بجوز نتوظف بالبنك ولا ما بجوز؟ روح يا ابني دور على لقمتك، وإما لقيتها إذا لقيت أحسن الله معك، ما لقيت توظف. أنت عم تدين شيء؟ لا. عم تدخل شيء؟ لا. أنت موظف عم تأخذ وظيفتك وتمشي. بيدققوا على أنفسهم وما بيطلعوا بإيدهم يطبقوا. آخر وحدة يلي بده يمشي يا ابني مع الشيخ، هذا كلكم واقعين فيها هي. لذلك انتبهوا لي بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الأخ مع الشيخ إذا عاهد العهد أمانة عندك، لو تتقطع أوصاله ما بيترك العهد. عهد الشيخ هذا عهد مع الله تعالى، فإذا قصرت في العهد قطعت الصلة بينك وبين الله. وإذا انقطعت صلتك مع الله ما بقى لك صلة مع الشيخ. شو معنات العهد يا أبي؟ بجيب لكم أمثلة مثال بقرب لكم المعنى. انت عمرت بيت بدك كهرباء، لما بيقدم على ساحه كهرباء دغري بيجيبوا له الساعه؟ لا. شو بيصير؟ بيبعث واحد يفتش في تمديدات، اذا مد التمديد صحيح بيجيبوا له الساعه، واذا التمديد مو صحيح مدد هذا صحيحات لنجيب لك الساعه. فالعهد تمديد الشيخ للكهرباء عندك، بده يجيب لك ساعه الكهرباء، اذا التمديد مو صحيح ما بيحطوا لك ساعه. كانوا ممكن شيء من الخطا يعمل تماس يعمل حريقه، فلا بد اذا من التمديد الصحيح. فالعهد تمديد بينك وبين الشيخ، تمديد العهد، تمديد الصله، تمديد البيعة، تمديد التوجه، تمديد الإفاضة الروحية. هذا العهد يا ابني، فإفاضة روحية بين قلب الشيخ قلبك. فالشيخ توجه إليك أنت مالك ذاكر، مالك ذاكر، مالك حاضر، مرة ثانية ما بيتوجه لك، قطعت التوجه عنك. بعض الأحباب الله عز وجل يوفقنا وإياكم، كتبت له رسالة قلت له أرسلت إليك طير الحب، أرسلت إليك طير الحب، فنظر في الأرض فلم يجد حب، ما وجد حب، فرجع مكسور الخاطر، لم يجد ما يأكل ولم يجد ما يقف عليه، شجرة يابس وأرضك يابسة ما فيها حب، رجع. بعثت لك الطير، يعني توجهت إليك
لكن ما انت ما على استعداد التوجه. ليش ما عم يصير معي كذا؟ لانك انت ما عم تذكر. شيء قال لك تذكر بعد الصبح، بعد الصبح ما ذكرت. قاعد معكم انا هلا يا ابني، انا قاعد معكم، لكن في اخوان الكم في العالم كله في حالة ذكر. هذا له حق وهذا له حق وهذا له حق. ما تظن انه انت بس الموجود يا ابني. كل واحد عاهد الشيخ له صلة مع روحانية الشيخ، ويصل أهل الإمداد ولو كان في آخر بلاد الدنيا. الشيخ مسافر ما حضر، سافر ما سافر، وقت المجلس وقت التوجه فيه قائم. ففي واحد بفكر انه الشيخ والله مشغول عنا، ما معنى يا ابني شغلك شيء وشغل الشيخ شيء. يا ابني مين هذا الشيخ لك يا ابني؟ بدنا نحكي حتى انتوا بس الله ينفعكم. يا ابني الشيخ والله بيشبه لوحة تبع الهاتف يلي عنده السنترال، بيشبه لوحة السنترال تبع السنترال. قاعد قدامه اللوحة كم بزبوزة فيها؟ 120 وحدة. عنده 12 شريط. دق التليفون حط له الخط، دق الثاني حط له الخط، سحب هذا الخط حط الخط الثاني. دائما عم يوصل الخطوط، هذا خط كذا هذا خط كذا هذا خط كذا، عم يوصل الخطوط وهو قاعد. كم تليفون بجيب الساعة؟ عم يوصل الكل. هذا مثال واقعي يعني. فالشيخ كل أخ توجه أو كل أخ في حالة رابطة في له صلة، نعطيه الفيش بيصل إلى الفتح والعطاء الذي يريده. أما عم يذكر يوم وبيترك جمعة، تليفونه خربان عم يدق بالقدس لكن ما في كهرباء، ما في إجابة. فيلي بيصل له يا ابني العهد مع الشيخ، يا ابني العهد ذكر ومراقبة وتوجه وفيوضات، هذا كله من حال الروح. فاللي بيعرف بيعرف، واللي ما بيعرف بيضيع على حاله. الورد اللي الشيخ قال لك تعمل الورد بتقوم بالورد، ومن لا ورد له لا وارد له من قلوب أهل الله، ولا وارد له من داد رسول الله، ولا وارد له من فيض الله. من قام بالورد حصل على من الأوراد إلى ما يرد عليه من فيوضات وعلوم وفتح وقرب وأنس. يعني طريق، طريق بدك تسلكه حتى تصل إلى الله. فإذا عاهدت الشيخ منا معاهدة عامة، معاهدة عامة. ثاني يوم ما ذكر، ثالث يوم ما ذكر، وين عهد؟ ضيع العهد. وإذا ضيعت العهد اقرأوا القرآن. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث يعني ترك، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. شو النكث اللي بده ينكث على نفسه؟ النكث الله ذكره في القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا بده تضيق حياته، بقل الرزق تبعه، بقل إيمانه، بيضعف حبه، بيضعف شو صار له، تغير كله. أنت خالفت البيعة،
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا اللي بيترك يا ابني، وإن كان الذكر في الآية هو القرآن الكريم، والعهد عم يصير على ذكر الله وعلى قراءة القرآن. فيا ابني العمل بالعهد مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف، لو تقعد 5 دقائق تعمل مسبحتك، غمض عيونك تذكر الله ولو 5 دقائق. لما الواحد بيفوت على الشركة أو بيفوت على الدائرة، أما بده يفوت على الدائرة شو بيعمل؟ بيتكس، ما هيك بيقولوا؟ شو بتكس يعني؟ بده يمضي انه اجا. فاذا جيت بعد الدوام بيقبلوه، راح عليه اليوم بده يفوت يمضي. وهذا الورد كل يوم يا ابني بدك تمضي. انا حاضر عم بذكر معاشك قائم، فاذا ما مضيت مالك معاش. عم حاكيكم بلغه الزمن، فهمانين علي؟ أي دائرة بدك تفوت إلها حاطين دفتر الدوام، بدك تمضي قبل ما تدخل، ولما بدك تطلع كمان تمضي. بدك تدخل بساعة وتطلع بساعة. أما إذا إجا بعد نص ساعة وبعد 3/4 ساعة، ضبوا الكتاب، ضبوا الدفتر، ما في إمضاء، راح هذا اليوم. حضرت مالك ماضي. بده يطلع قبل الدوام ما بيعطي الدفتر، دفتر بيحطه ساعة 2، تطلع 2 تمضي. أما بده تطلع ساعة 1 ما في دفتر، ما في. ليش مو ماضي؟ أنه طالع قبل الوقت، معناتها هذا اليوم راح عليه. يا ابني العهد بدك تمضي كل يوم. أنا قاعد على الباب، أنا على عهدك، عهدت قائم على عهد. العهد يا ابني مو قبل الإسلام كان العهد قائم، قبل الإسلام. فإذا قبل الإسلام العهد كان موجودا، الإسلام زاده لما حصل بين السموأل وبين النعمان. نعمان كان ملك، السموأل ما كان مؤمن ولا كان مسلم. واحد حط عنده أمانة سلاح، أسلحة خباها عنده، مات الرجل. إجا الملك النعمان طلب الأسلحة، سموه قال له ما بعطيك إياها، هي أمانة، وأمانة ما بسلمها لغير صاحبها. قاعد جوات أصلا مسكر ما بسلمها. صدف انه ابن السموأل برا، مسكوا النعمان، قال له يا بتسلمني الأمانة يا بذبح ولدك، بذبحه قدامك. قال له اذبحه والأمانة ما بسلمها، وذبح ولده ولا سلمه الأمانة. هذا قبل الإسلام. فبالإسلام شلون؟ الأمانة أمانة يا ابي، العهد أمانة. بايعت لازم على البيعة مهما كانت الظروف. والله اليوم ما فضيت، عندك أمانة الذكر صباحا ظهرا عصرا مغرب، ما بتبات ليلة ما لم تذكر الله. بدك تذكر، مالي فاضي روحت عليك، معاش اليوم راح عليك، ثاني يوم ما ذكر راح عليك المعاش. قديه ذكر؟ والله بالشهر ذكر 4 أيام، معاشك معاش 4 أيام، لا تعيش بالشهر كله. أنت ضيعت على حالك. يا إخواني، الله عز وجل تفضل على العباد بفضل إلهي. من فضل الله الله خلق الشمس، والشمس عم تعطي. فإذا كان طلعت الشمس وأنت راخي البرادي، سكر الشبيبي وراخي البرادي،
ومالت الشمس. أخذت حصتك منها، الشمس قصرت، لكن أنت رقيت بردي، أنت منعت نفسك من العطاء. هكذا يا ابني، شموس قلوب أهل الله، أولياء الله شموس قلوبهم ما بتغيب. إن شموس إن شمس النهار تغرب ليلا وشموس القلوب ليست تغيب، ما بتغيب قلوب أهل الله شموسها دائما ساطعة. فإذا أنت راخد برادي ومسكر الشبابيك، أنت حرمت نفسك يا ابني. واحد سلك ولازم نجح، والثاني قصر فشل. ليش هذاك نجح وانا فشلت؟ لانه هذاك لازم وانت قصرت. فلازم تنتبهوا يا اخواني، ليس العهد كلام انه والله بايعنا الشيخ، والله عملنا بيعه عامه. انت عملت بالبيعه لا، فانت محروم. طعام عما ينحط، قعدت بتاكل، در ظهرك ومشيت، انت حرمت نفسك. فاذا كان مريد ما لازم العهد، فمعناته هذا المريد اولا ما اعتقد بالشيخ، ثانيا ما وفى الصحبه مع الشيخ، لذلك ليس له وارد على قلبه. لا وارد الامداد، ولا وارد التجليات، ولا وارد الفيوضات، ولا وارد العطايا، ولا وارد الأنوار، ولا وارد الأنس، ولا وارد شهود، كلها بتتسكر. رخيت برادي، حرمت نفسك من الشمس كلها. طيب ويلي أصل شو بيعمل؟ نقول لكم عودوا لما كنتم عليه من الوفاء، كلفي بكم خلق بغير تكلف. والله تعالى يقول وإن عدتم عدنا. ترجع يرجع لك العطاء، ترجع يرجع لك الفتح. أما أنت ما رجعت، أنت ما بدك. تحمل يا مسكين، تحمل قسوة الحياة وتحمل جفاء الحياة معيشة ضنكة. لذلك ما لازم واحد ياخذ طريق الا بعد ما يعرف الشيخ، بعد ما يعرف شو قيمة الذكر، شو قيمة الصحبة، بعدين لازم بياخذ طريق. اما بيجي دغري بده ياخذ طريق وما بيعرف، ممكن ما يوفي بالعهد، فيكون نتيجة ذلك خسارة له في الدنيا وفي الدار الآخرة. والآن بهالزمان صار الطالب نادر، طالب، أما مريد يمكن بالعشرة آلاف ما بنوجد واحد يعني. وين مريد اللي بده يفهم الكلام، بده يطبق الكلام؟ هذا يعني هلا لو بتدوروا بعد فضل الله، لو بتدوروا العالم العربي ما بتلاقوا هالبحث هذا. يعني ما بيعرف يا ابن الشيخ، ما بيعرف يسلك ولا بيعرف يصل. وإذا ما دليناكم وعرفناكم، مين بده يعرفك؟ مين هذا الشيخ؟ نائب رسول الله في زمانه. هذا الشيخ تعامله كما تعامل رسول الله لو كنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الإخوان بيفرحوا بده يبوس ايد الشيخ، لكن ابني هاي ما بتدل على الحب، حب انه بس ايد الشيخ، مو هذا ابني. اسمع مني كلمة وطبقها احسن من 5000 بوسة ايد. تطبيق كلمة، وفي بالعهد انفع لك من تطبيق 500 ايد. قبل الايد وقبل الركبه وقبل الرجل وقبل، احسن منه كله. طبق يا ابني كلمه، لازم على العهد حتى تلقى الله. ما يوم يومين زي بعض الاخوان
لما عاهدتهم سألتهم قلت لهم كم يوم بكون معاهدة؟ صفنوا قديش مدة المعاهدة؟ واحد قال لي سيدي حتى موت. قلت له الله يفتح عليك، انت اللي فهمت هاي المعاهدة حتى يلقى الله. الى الان بهالسن والى الان بمسك المسبحة بقعد مع الاخوان بذكر الله. معاهد شيخنا لهلا ما بترك الى الان، ولو بصير عمري 200 سنة تم المسبحة بايدي. الله يرضى عن سيدنا الامام الجنيد رضي الله عنه، امام الطائفتين، امام اهل الشريعة والحقيقة. عند الموت بالفراش شافوه ماسك المسبحة عم يذكر، قالوا سيدي هلا مسبحة. قالوا يا ابني كانت في بدايتنا فما من الوفاء نتركها في نهايتنا. وفاء للمسبحة كانت في البداية، بالنهاية نتركها ما من الوفاء. مات وهي بيده يسبح. هاي المعاهدة، هاي البيعة، الله يتمم بالخير. صار الوقت؟ صار الوقت، نخلي البيعات إن شاء الله لبعدين، لأنه في عنا كثير أشياء. بعض أوقات بيكون أدب بسيط، ببركة هالأدب الله بيبارك للأخ في سلوكه وطريقه وبيجعله من أهل الكمال. ممكن ترك أدب بسيط مثل اللي قص ضفره، شوف يا قص الضفر، شاف النبي معرض عنه، هذا شيء قليل. معناته يا ابني بدك تمشي على صراط مستقيم، ما تضيع فرصة من الفرص، ما تضيع وقت، ما تخالف بيعة، أن تبقى دائما مستقيما حتى يأتيك الفتح. فلما إنسان بيكون فقير بصير غني، بيكون بيرو نشفان بيتعبى. يا هل ترى إذا تعبى البير تخسر ولا تربح؟ صار مربح. وإذا نشف البير يبس الشجر وخسر البستان كلياته. فاللي بده الله عز وجل يفتح له يواصل ذكر الله، يواصل العهد، وياخذ الفضل الإلهي اللي الله عز وجل كتبه. والله يا أحباب في إخوان إلهم في قلب الشيخ إمداد، الله يرضى عن الدكتور علاء كان معي بالعمرة، الله يجزيه أفضل جزاء. قال لي شو هالحالة؟ قال لي خير. قال لي عم يجيك من كل الدنيا عم يجوا يسلموا عليك، شو هي كلهم بيعرفوك يعني؟ اجا من الصين، اجا من الشيشان، اجا من الهند، اجا من باكستان، اجا من المغرب، اجا من شو ها. قلت له والله يا دكتور باقي واحد لسه في له عندي عطاء، باقي واحد، كان دكتور محمد، باقي واحد له عندي عطاء لسه ما اجا. بعد ما حكيت والله ما في نص دقيقة جاي واحد سوداني من السودان، ماي سلم على الشيخ، قلت له هذا هو اجا. شو اجا؟ واجا عم يستاذن بده الختم، بده الختم بصوت الشيخ، هذا هو جاي من السودان وشيخ طريق النقشبندي، جاي بده الختم بصوت الشيخ. شو عرفه انه انا مسجل الختم؟
ما تقول شو عرفه، أنا بعرفه هو بيعرف. طيب شو عرفه؟ شو عرفني إنه في واحد لسه في ثياب مين؟ في أمور أنت مالك حاسس فيها، الكهرباء بتمشي وأنت مالك شايفها، شيطان الكهرباء عم تمشي لكن أنت مالك شايفها، في كهرباء فيه أنا ما شفتها. إيه؟ سأل الكهربجي بيحط لمفك بيلا في كهرباء هذا الشريط، نفك فيه ثلاث ساعات الشريط تشعل، لك هذا في كهرباء؟ هذا ما في كهرباء. انت حط اصبعتك ما بتعرف في كهرباء ولا ما في كهرباء. حاصل في امور كثير يا ابني ما بنحسن نحكي كل وحده. اذا انت مالك عرفان قالوا الله يرضى عنهم، اذا لم تر الهلال فسلم لاناس راوه بالابصار. اذا لم تر الهلال، الهلال امتى بيطلع؟ عند غروب الشمس. عند الغروب بيظهر هلال رمضان، عبارة عن 7 دقائق وبيغيب. هلال بيظهر مثل الخيط، فإذا أنت ما شفته في غيرك شافه بالبصر. إذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. إذا ما رأيت الفتح ما رأيت الأنوار، غيرك شاف الأنوار وشاف الفتح. اشتغل مثل ما اشتغلوا، الله بيعطيك مثل ما أعطاهم. كل واحد يا ابني، كل واحد بيحط دلوة بالبحر بيطلع معبى، لكن اللي بيحط دلوة بالبر بيتعبى مي، يلي بيحط دلوة بالبحر بيتعبى يا ابني، ويلي بيحط دلوة بالبر بيتم ناشف ما فيه ولا نقطة. الله يوفقنا وإياكم، عم بشرح على قدر استعدادكم أكثر منك ما بستطيع. في أمور ما بتنحكى إلا للخاصة، وفي أمور ما بتنحكى إلا لخاصة الخاصة. في واحد جالس الشيخ 10 سنين ما بينحكى له كلمة، في واحد جالس الشيخ 2 سنين تنحكى له كثير من الأسرار. المهم يا ابني اشتغلوا بذكر الله، يلي بايع يلي عاهد يلازم على الذكر، والعطاء موجود، والفضل الإلهي الحمد لله من قطع من الفضل الإلهي ذرة. لله الحمد والشكر على نعمة الله وفضل الله، لكن تغيرت قلوب الخلق، كانوا يجوا يلحشوا حالهم عند الشيخ، دخيلك يا سيدي دخيلك، بلني علمني. الشيخ ما كان يعلم الذكر هيك يا ابني، كان الله عز وجل يرضى عنهم والدته، كان والدته لسيدنا الشيخ أمين، قالت له الشيخ أمين أنت بدلت الطريق، كل واحد بتشوفه بتقول له تعال خذ الطريق، تعال أعطيك الطريق. من قبل ما يعطوا الطريق يا ابني إلا بعد الخدمة. سيدنا أبو يزيد البسطامي خدم سيدنا جعفر الصادق 7 سنوات خدمة، شو كانت؟ كان ينظف المرحاض، مراحيض كانت جورة، أي تنظيف من 7 سنوات. بعد 7 سنوات خدم الإخوان 7 سنوات حتى علموا الشيخ الذكر. طيب وبكي مات قبل هذا، خلاص انه صار له صله مع الشيخ، فما بياخذ الطريق الا بعد ما يشتغل بالخدمه، وبعد ما انه بدك الله انت ولا جاي مشان طلب، يصير فحوص وامتحانات، لما بدك الله بيفتحوا لك. واذا كان
مشان دنيا ومشان كذا ما بينتفي هذا. الله يفتح عليكم يا ابني، الله يوفقكم يا ابني لذكر الله. ويلي ما تعلم ذكر الله يجي يتعلم، ويلي ما بايع يبايع. واسأل الله الله يفتح علي وعليكم وتكونوا أهل لنور الله. الله يوفقني، ما بحكم والله يا ابني، لحظة من لحظات الوصال والله خير من ملء الدنيا جوهر. لحظة يلي ما بيحصل هاللحظة والله ما عرف شيء بحياته. نحن شايفين الأرض يا ابني، شايفين الأرض، شايفين كبرها، الكرة الأرضية كلياتها يا ابني ذرة بالنسبة لعوالم السماء. فشلون إذا بدك تشوف عالم الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة، الجنة 100 درجة. لو أن الخلق كلهم كانوا في درجة واحدة لوسعته كل الخلق. هلأ بزماننا الكرة الأرضية قديش عليها؟ 6 مليار، 7 مليار، 7 مليار إنسان. هذا بس بزماننا، من عهد آدم لهلأ قديش؟ كلهم لو وجدوا بطابق واحد بكفيهم. معناتها قديش سعة الجنة معناتها؟ يا الله، الله يجعلنا أهلا لها. الله يوفقكم يا ابني لذكر الله. ذكر الله مسابح، غمض عيونك قول الله، غمض عيونك قول الله بقلبك حتى القلب يشعر أن الله معك حيثما كنت. وين ما بتروح وين ما بتقعد تشعر الله معك. هي كرامة وعزة يا ابني. شيخ شو اسمه، محمد هشام. طيب رح اسال شيخ هشام. يا شيخ هشام، بالله عليك، لو كان لك لواء بالجيش، عمك، خالك، اخوك لواء بالجيش، وقال لك امشي وانا معك، بتخاف؟ بتحسب حساب حدا بالطريق؟ واذا كان ماشي ورا منه ماشيين دوريه وكلهم بالسلاح، وقال لك امشي وانا معك لا تخاف، بتخاف؟ بتحسب حساب لواء ومع منه 7-8. إذا كان خالق الكون قال لك أنا معك بتخاف؟ مسلمين مساكين بيقرأ القرآن، لكن هذا بيقول لك كاتبين دي، وهذا بيقول لك ساحريني، وهذا بيقول لك كاتبين مي على باب بيتنا، وهذا بيقول لك راشين ملح، وهذا بيقول لك ما عرفان إنه في الله. لو عرفان في الله بيشعر بشعور أها. الله يوفقنا يا ابني، الله يلهمكم ذكر الله يا ابني. المجالس يا ابني كلها والله ما بينتفع فيها إلا الذاكر. ممكن يقعد 50 درس يحضر، وإن سمعناها وبالجامع حطيناها، بدها ذكر الله. هي المجالس لازم ما تكون إلا للذاكرين فقط. 10 ذاكرين أفضل من ملء الجامع. فإن شاء الله كلكم تصيروا ذاكرين، لا تفوتوا المجالس عليكم. أرجو الله لسا نناخد بقية الآداب وآداب الساعة. المريد مع
إخوانه، آداب المريد مع نفسه، آداب المريد مع النبي عليه الصلاة والسلام، آداب المريد مع الله، مع القرآن، مع المساجد، كل آداب لسه بدنا نعيش بالآداب سنة وسنتين عم نحكي بالآداب. هي لذة الحياة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا سوا 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 كلكم كلكم سوا لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها وأنوارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.